متحف العلمين العسكري، عارف يوسف؟ 19/9/2022، ده تكوين المحور بين روما وبرلين في 5 ديسمبر 1940، بعد خطاب هتلر تم انضمام إيطاليا مع ألمانيا، ده الزي الشتوي لسلاح المدرعات الألماني. احنا في قاعة ألمانيا بمتحف العلمين للأسلحة الألمانية، ده وسام الأوسمة، خريطة الحرب، يعني دي حملات رومل في مطلع عام 1941، ده ازاي الصيف لسلاح المدرعات الألماني. مسدسات، إشارة بقى، وبنادق، خناجر الألمانية، ده تلسكوب مدفعية مضادة للطائرات الألماني، دي خرائط المعارك حول طبرك، كان مع حروب الخنادق، خريطة عليها بوصلة. مقسم لجندي ألماني، ودي أدوات إزالة الأسلاك الشائكة، مقسم لجندي ألماني، دي خرائط للمعارك على مشارف السلوم. طبعا قر وفر، الحرب ما انتهتش في يوم وليلة، بس رومي استولى على طبرق الأول وبعد كده تقدم نحو مصر. قال التقدير مسافة للمدفعية، خرائط توضح عملية كروسيدير من نوفمبر إلى ديسمبر 1941، عمليات بقى قتال، ده جندي ألماني، ودي خريطة خرائط للقتال، برضو خرائط انسحاب رومن من برقة، صندوق ذخيرة، خرائط زحف رومن للعالمين، ودي خرائط موقع تمركز قوات الحلفاء والمحور في معركة العالمين، دانات مضادة للدبابات. قاعة ألمانيا بمتحف العلمين.